يشتهر شهر رمضان الكريم بالكنافة، هي مهنة طورتها الأبناء من الأجداد وأدخلها الفاطميون عام 1870. عتريس عرفة، أحفاد عرفة كنفات. أنا من عمري في المهنة، مهنة أبا عن جدا. هي دخول الكنافة من 1870 ما دخلوها الفاطميين، وبعدين كانت يدوي وعلى طريقة بتشتغل على الفحم. اتطورت بقى من سنة لسنة، وصلت لما دخل عصر التكنولوجيا بقت آلي، والقطايف نفس الحكاية، دخلت في الآلي، بس أصبح دلوقتي الشغل الآلي كله. الكنافه دي اميه ونفس الحكايه القطايف، بيزيد على القطايف ايه؟ ان بيتحط لها خمير عشان تبقى مفتحه من على الوش كده. كنافه اليدوي بتبقى قليله، احنا بنعملها شويه قليلين على حسب ليها زبون معين. احنا شغالين طول السنه، بس استعداد شهر رمضان طبعا بتختلف عن سنين، يعني بيبقى فيه الاجهزه مش كلها شغاله طول السنه، لكن في شهر رمضان بنكمل بقيه الاجهزه وبتشتغل طوال على طول. الناس عارفه رمضان بالكنافه، بالقطايف، بالخشاف، بالحاجات اللي هي اليميش، بكل حاجه، بالفوانيس.